دلوقتي هنروح للمسابقة التانية. تعرف تشرب عصير؟ طيب هنشوف مين فينا اللي هيخلص العصير بتاعه أسرع. أوكي؟ يلا هاتولنا العصير. استني انت بدأتي؟ ايه مدام حمدية احنا هنخم؟ في ايه؟ اصبري. بصي هوريكي بقى الابداع. 1 2 3 ابتدي. انت شربتي نصها اساسا. اشرب اشرب. بصي على العصير كده. ايه اللي وراكي ده؟ ايه اللي وراكي ده؟ ايه ده؟ خلاص يلا كملي. استنى انا خلصت الاول. الحمد لله. بشرب العصير ده اسهل حاجه عندي في الدنيا. فدلوقتي بما انه انا اللي كسبتك فايه اللي هيحصل؟ ايه؟ ايه؟ تشوفي الشوش؟ هرشك بالشوش. 1 2 كفايه والنبي. كفايه؟ كفايه خلاص. خلاص. يلا لعنا الدور. حاضر. بقول لك ايه؟ لعنا الدور. انت بتعرفي تغني بالهيليوم؟ الهيليوم لا. بجد؟ طب تعرفي تشفطي الهواء اللي جوه البالونه؟ هوا؟ بصي هقولك ايه لعبه كده. ايه اكتر اغنيه بتحبيها ايه؟ بتاعت تامر حسني. اللي هي بتاعت ايه؟ حسن. بتقول ايه؟ تعرف؟ بصي انا هشفط اللي جوه ده واغني لك. ماشي؟ ازاي؟ هتشوفي يا مدام حمديه. بعدين سبته وشفته ما حصلش حاجه. والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه. باكل واضحك واشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلانه. مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه. ولا ماشيه. تعرفي تعملي كده؟ غيرت صوتك ازاي؟ ما هقول لك بقى. غيرت صوتي لما انا بلعت الهوا اللي جوه ده. فانا عايزاكي تبلعي الهوا اللي جوه، ماشي؟ لا لا جوه ما اعرفش. لا تعالي انا هوريك. تعالي قربي كده. قربي يا ايه يا حمديه البق ده؟ اقفلي يا حمديه بقك على البتاع. افتحي. دلقتي العصير يا مدام حمديه وبهدلتي الدنيا. كده كل الورق والملفات كده باظت. معلش. معلش. يلا بس اشفطي بقى شفته جامده. ايوه يلا اشفطي. ايوه اقعدي بقى مكانك وغني بسرعه. اقعدي مكانك وغني. يا ملاك يا ملاك يا ملاك. ايوه. انا وخالق شمال. حصل ايه؟ ارجع في الحنيه على العيال. على العيال. خلاص؟ على العيال في عينيا عشان خليك سنيا وشكرا هتتعدي ولا ملاك شمال. ملاك ما اعرفهاش. اشوفك بقى في المرحله الجايه. ماشي؟ يلا باي باي. وبعدين هرشك جامد كده 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 كده. ازيك يا مدام منار؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه مع الولد ده؟ لا تعبني. عامل تعبك في ايه بقى؟ شقاوة كتير. شقاوة اوفر صح؟ جدا. طب ايه سبب الشقاوة دي؟ هو متدلع. متدلع كتير قوي قوي قوي. اللي انا عايز اقوله لك ان الدلع ده جه على دماغك في الاخر مش كده؟ اكيد. بس انا عايزه اقول لك ان انا النهارده برضو للاسف دلعته جدا. ويعني بصي حبيته حب. اكلته، جبت له كل الحاجات اللي بيحبها. عموما انا احب اعرف واكتشف مع نفسي كده هل في توافق ما بينك وما بين ابنك ولا لا. فانا هطلب منه دلوقتي ان هو يحط السماعات ويستمتع بالمزيكا عقبال ما اسالك عنه شويه اسئله ونشوف. أوكي. حط السماعات يا احمد. سامعني يا احمد؟ يا احمد يا مرهوش. خلاص هو راح مني. طيب هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عنه وحضرتك بقى تجاوبيني. ماشي؟ تمام. ايه اكتر اكله هو بيحبها قوي؟ هو صينيه الفراخ صينيه البطاطس بالفراخ ومكرونه بشاميل. بطاطس بالفراخ. انا هاخد حاجه واحده. اوكي. عشان انا مش طماع. طيب انا دلوقتي هطلب منه انه ينضم لينا ونقول له ارجع يا احمد
احمد ايه تسمعني؟ اه طيب انا هسالك نفس الاسئله اللي سالتها لمامتك. قول لي يا احمد ايه اكتر اكله بتحبها؟ صينيه بطاطس. برافو عليك، واضح ان مدام منار مسيطره. وايه اكتر فريق بتشجعه؟ ميسي. لا فريق مش لاعب، اهلي. الاهلي للاسف. مامتك قالت برشلونه. لا بس هو قال ميسي. لا هو قال ميسي في اللاعب. ميسي ما هو تبع برشلونه. لا ماليش دعوه حضرتك. لا انا كنت عايز الاهلي. شفتي اهو الولد لمد واحرق حضرتك. ليه تحرجي نفسك يا حبيبتي؟ طيب عايزه دلوقتي اروح لموضوع مهم جدا، لانه مامتك صرحتني بيه وقالت لي انك لما كسرت الموبايل وانت جوه طبعا قلت لي انت كسرته لان لا شلت البطاريه اللي فيه كلهم. لا قلت لي انا كسرت الموبايل قطع صغيره. كسرتهاش. قلت لي كسرته وفككته كله صح؟ فكيته كله وحطيته في البلكونه. في البلكونه بس. لما سالتك ليه قلت لي ليه؟ عشان انتقم منها لانها مش بتديهوني، مش كده؟ تقولي لابنك ايه اللي بينتقم منك؟ الله يسامحك. اقول له ايه؟ لا يعني الله الله انت ليه انت، ما هو ده على فكره اللي عامل دلع. والله بدوره بابا بيسيب التليفون على طول معايا. مامتك هتقعد مراقبتك في البيت، بص عماله تستحلف بتعمل كده. ماشي. تقول لها ايه؟ تقول لها الله يسامحك. دي انا متسامحه بصراحه وجميله. طيب احب اقول لك بقى المفاجاه، ان ساعتها باباك عاقبك لما انت عملت كده وضربك، مش كده؟ صح. مامتك قررت انها تعاقبك دلوقتي عقاب، وهي بلغتني ابلغهولك. هي هتاخد جنى بنت خالتك ولمار، وهيروحوا يقعدوا عند تيتا لمدة شهرين، وانت هتقعد في البيت لوحدك. عندك مشكلة؟ وهيسيبولك التلاجة مليانة اكل. عندي مشكلة. ايوة اسمعني للاخر، هيسيبولك التلاجة مليانة اكل كلها تبقى اطباق بصارة وسبانخ. عندك؟ لا هو ده الاكل اللي بيقعد لمده شهرين ما بيبصش. انا اعمل لك ايه؟ المشكله ان انا مش هقعد في البيت لوحدي. ليه انت كده. صغير؟ لا انا كبير، بس انا ممكن يسيبولي المفتاح بس. ليه عايز المفتاح تعمل بيه ايه؟ عايز تجيب ستات البيت ولا ايه؟ لا يمكن لا انا معايا فلوس، لازم انا عايز اصرف على نفسي اجيب لي اكل. يعني ايه؟ انا معايا 100 جنيه و90. 190؟ ممكن بقى اجيب بيهم اكل وفاكهه كده. تجيب بيهم اكل؟ دول ما يعملوش اوردر واحد. ومامتك اللي انت قاعد تكسرلها في موبايلاتها دي انا هوريك وهحرمك منها، وهجيب لك ام تانيه تضربك بالشبشب. اتفضلي معايا مدام منار، استاذنك تقومي ادخلي هنا حضرتك، هنا في الجهاز ده ادخلي هنا. تعافي علي، ما ده هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهدل ولدي. اقفلي حضرتك على نفسك. قوم قوم دوس على الزرار الاحمر اللي عندك ده. انا واحد. قوم دوس على الزرار واللي فوقيه كمان. اتفضلي يا مدام منار. الله اكبر. ماما ما عندي. ايه حبيبتي انا ماما. لا دي مين دي؟ هي دي ماما. لا شكلي اتغير، ما انت اللي دوست على الزرار. لا مين غيروا لي دي؟ دي غير لك ايه؟ هي دي مامتك. يلا يا ماما يا ماما في يا ايه يا حبيبي؟ من دي؟ هي دي مامتك، في ايه؟ عايز ايه؟ لا شيليها شيليها. مش عايزه مش عايزه مش عايزه. لا هي دي اللي هتاخدك وتروح بيه. لا يلا وما بتطبخش غير بساره. لا خدي وامشي بيه. يلا مع السلامه يا مدام منار. لا سيبيني. مع السلامه يا مدام منار. في ايه؟ في ايه؟ انتوا في ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ مين دي؟ دي مامتك. ما يام ايه؟ لا دي مش مامتك، دي مام دي مامة الناس الجداد. ما خلاص انا بعمل تباجيل. مين دي؟ دي مامتك. اللي كانت ماشي دي. قول لي يا احمد هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا خلاص. هتعمل حاجة تزعلها تاني؟ لا. هتاكل البصارة ولا لا؟ اكلها ان شاء الله. خلاص؟ قول لها انا اسف يا ماما. ماشي. على كل حاجة وحشة عملتها. على كل حاجة وحشة عملتها. خلاص انت بتعيط؟ انت طلعت حساس في اخر الفيلم؟ ده انت مفرهدني من الصبح.
بجد يا استاذ حسن انا عايزه اقول لحضرتك اتفضلي ان ادم وبدون مبالغه نعم هو من انبه واذكى واشطر الاطفال اللي جولي. شرف كتير لينا. احنا عدينا بحاجات كتير انا وهو النهارده خلال اليوم زي ما حضرتك شفت. هندخل دلوقتي بقى في المسابقه بتاعتنا اوكي. دلوقتي يا استاذ حسن انا هبتدي اسال حضرتك شويه اسئله عشان عايزه اعرف انت تعرف ايه وايه وايه عن ادم وايه ما تعرفوش عنه عشان فضل. نعرف مدى التوافق ما بينكم. اتفضلي. وفي الوقت ده هطلب منك يا ادم يا مايسترو انك تلبس السماعات دي وتستمتع بالمزيكا لحد ما اخلص انا مع بابا. ايوه كده مايسترو. خلاص هو كده مش سامع. قول لي يا استاذ حسن اتفضلي ايه اكتر اكله ادم بيحبها؟ بيحب الملوخيه والفراخ المحمره اكتر حاجه. الملوخيه. يا ادم يا مايسترو. نعم. شيل السماعات يا مايسترو. دلوقتي يا مايسترو هسالك نفس الاسئله اللي سالتها لباباك وعايزه. انا كنت بسمعك. كنت بتعمل ايه؟ كنت سامعني؟ لا لا ده انا سالت باباك بقى عنك وعرفت بلاوي. قول لي ايه اكتر اكله بتحبها؟ ملوخيه. ملوخيه. برافو نفس اجابه بابا. ايه اكتر لعبه بتحبها؟ لعبه. انا اصلا بحب اللعبه اصلا انا كبير. طبعا انت كبير بقى انت عندك 7 سنين. 6 7. بس انا 6 وشويه. 7 ماشي. بس طيب قول لي ايه اكتر كرتون بتحبه؟ بص طفل صغير. لا ليه ما انا عارفه انك مش طفل وعارفه انك عندك 7 سنين. باباك قال لي الكرتون اللي انت بتحبه انت هتقوله لي ولا لا؟ هقوله لك. ايه هو؟ في كرتون اسمه عرض عادي كده. العرض العادي. العرض العالي؟ العادي. العرض العادي. طب بس بالراحه بس معلش انا معاك اهو. طب مين اكتر فنانه بتحبها؟ انا بس بحب بنات ممثلين. ازاي باباك قال لي انك بتحب روبي؟ مندي. انا عارفها اصلا. نعم مش عارف روبي؟ وقال لي انك بتحب نانسي عجرم وبتعشقها. انا دي مغنيه. دي يعني عارفها اهو. خلاص عادي. انتوا كسبتوا معانا والجايزه بتاعتكم هي انكم هنغير الطقم بتاع والدك وهنغير شكله وشعره وكل حاجه فيه. اتفضل معايا يا استاذ حسن. هتدخل حضرتك هنا في الجهاز ده اللي هيغير كل شكل. اتفضل افتح الباب حضرتك وادخل. فلتصحبك السلامة. اقفل على نفس حضرتك الباب. قوم بقى دلوقتي يا مايسترو قوم ودوس على الزرار. اي احمر ولا ايوه حسب طلباتك انت عايزه ايه يبقى لونه ايه؟ احمر. طب خلاص وحط البصمة تحت. اهي البصمة تحت. اهي الزرار اللي تحته. ايوه على البصمة. بس كده اقعد بقى اتفضل اقعد. بس هنستنى باباك لحد ما يستوي. عايزه متحمر من الجناب؟ يا لهوي وايه اللي هيحصل؟ ايوه عادي ممكن اسويهولك. مشوي ولا مقلي طيب؟ يا لهوي لا ولا حاجة. بالردة؟ استنى هو انت هتطبخيه؟ امال ايه؟ انت قلت لي اوردر انك عايز تغير شكل باباك مع اضافة الشنب مع تغيير لون الملابس مع تغيير اللغة واضافة لغة سوري مش كده؟ طيب اطلع يا استاذ حسن لابنك بالنيولوك الجديد. الله اهلين عمو كيفك؟ الحمد لله حبيبي. اشتقتلك لك بابا. شو هيدا البدله؟ ده باباك الجديد حلو قوي. ما عجب بالشنب بالشعر بالطقم الجديد؟ لك شو بك؟ ولا حاجه. طب شو؟ ولا حاجه لا بس خليه يغير شكله. اقعد يا بابا حضرتك هنا اتفضل. عايز ايه قول لي؟ عاوز اغير. لا بص قدامك. شو المشكله حبيب بابا؟ بس انا السبب خليه. لا استاذ حسن دلوقتي هو زعلان. ليش زعلان؟ شو بيه؟ خدوا يا استاذ حسن روحوا معاك البيت وحاولوا تحلوا المشكله دي مع بعض عشان دي امور عائليه انا مش عايزه اتدخل. يلا حبيبي بنخلصها بالبيت. يلا حبيبي يلا يلا. معلش يا حبيبي صاحب ماما باباك بالبيت هروحي؟ يلا بص باباك الاول وادي له حضن. حبيبي يلا قول له حبيبي يا بابا. حبيبي يا بابا. بحبك في اي شكل. بحبك في اي شكل. ماشي باي باي. عايزين نغير له شكله بقى زي ما لا مش هتغيره هو ده اللي هيفضل معاه. انت مش عاجبك خلاص؟ بس انا عاوز اغير شكله. طب ارجع تاني هغيرهولك. تعالى يا روحي.
اقعد اقعد تاني، اقعد يا مايستر. يلا حبيبتي. بس اغيره شكله الواحد تاني كده كمان. يلا هناخد الاوردر. عايز لون وشه ابيض ولا اسمر؟ ابيض. ابيض. ودانه قصيره قوي ولا طويله؟ قصيره. قصيره بس زي ده كده. يعني طويله. دي طويله شويه. يلا خلاص اتفضل يا مايستر ادخل. يلا قوم بقى دوس على الزرار التاني. يلا الازرق. لا الازرق بقى عشان ده الطلبات الجديده. يلا اتفضل ارجع يا مايستر واقعد في مكانك. بس المره دي بقى مفيش تغيير. تاني اوردر بيبقى لاست اوردر. اوكي قلت عايزه لونه ابيض ودانه طويله وشعره قصير. ارنب ولا ده ايه؟ ده باباك. ايه ده؟ ايه بس انا عاوز اغيره. تغيره ايه؟ اقعد. بس لا انا عاوز بس مثلا انسان، يعني انسان. الاولاني خالص. طب اوصف لي شكله كان عامل ازاي. كان شكله بني. باباك الاول كان شكله بني. يعني طب لو انا مش هينفع ارجع لك غير السوري. ماشي عادي الصوف كده. تاخد السوري يعني ولا الارنب؟ الصوف كده. الصوف لا قول لي بس دلوقتي عشان الاولاني ده خالص كده تقريبا اتفرم. انت عايز دلوقتي الارنب ولا السوري؟ السوري. احضنه قول له ما تخافش يا بابا. ما تخافش يا بابا. ما تخافش يابا. ما تخافش يابا. انا هرجعك يابا. انا هرجعك. حقك عليا. حقك عليا. دي غلطه زرار. دي غلطه زرار. تتقطع ايدي يابا. تتقطع ايدي يا بابا. قبل ما ادوس على الزرار. قبل ما ادوس على الزرار. ارجع سوري يابا عشان خاطري. ارجع سوري يابا عشان خاطري. انا اسف. لا اصلي اطلع بيه. طب من الباب وانت ان شاء الله هتعالى لي بيه بكره وانا هغيره لك. انا مش هقدر اروح لوحدي البيت. لا ما انت هتعمل ايه؟ مامتك هتسال عليه. روح بس وانا هروحك بيه. خد قول له معلش يابا تعالى معايا. ايه ده؟ ده كله كان كذب؟ بترمي ابوك على الارض كده؟